بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معكم 3D أوتوكاد، والنهاردة هشرح أمر من أوامر الدرو المهمة في 3D أوتوكاد اللي هو أمر 3D بولي لاين. زي ما شايفين أنا عندي هنا هوم وبعدين درو وبعدين عندي الأمر موجود هنا زي ما احنا شايفين كده اللي هو 3D بولي لاين. طيب إن احنا بنستخدم الأمر ده إزاي؟ هاجي أدوس عليه بالشكل ده كده، بيقول لي هنا ستارت بوينت اوف بولي لاين، ادي اول خط. انا هنا فاتحه الاورثو اهو، ممكن نرسم شايفين بالاتجاه ده او الاتجاه ده حسب الاتجاهات اللي موجوده عندي. لو انا عايزه اقفل الاورثو اقفلها من تحت كده وبرسم الخطوط اللي انا عايزاها. عندي هنا 3 دي بولي لاين ما بيدينيش ان انا ارسم ارك، يعني البولي لاين بيديني ان انا ارسم ارك. ممكن ان انا اجي بعد ما رسمت الخط باجي ارسم ارك، ان انا بدوس على ارك وبكمل الرسمه بتاعتي، لكن في 3 دي بول لاين ده الكلام ده مش موجود. طيب هنيجي نقول له انتر، وهاجي ارسم ريكتانجل مثلا بالشكل ده كده على شكل حائط، تمام، واجي اقول له اكسترود وارفعه بالشكل ده كده. وانا عايزه ارسم على الحائط اللي قدامي ده باب، ارسمه ازاي؟ هرسمه عن طريق 3 دي بولي لاين، هدوس عليها بالشكل ده كده واجي اختار اول نقطة، اقول له مثلا من النيرست النقطة دي كده مثلا، واجي افتح الاورثو اف 8 واجي اديله الماس بتاع ارتفاع الباب مثلا اي ارتفاع بالشكل ده كده اهو زي ما احنا شايفين كده، وبعدين انزل لتحت كده واقول له بيربنديكولار عمودي على الخط ده. يبقى انا كده رسمت باب بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن ان انا اعمل له كلوز، هقول له سي من الكيبورد واقفله كده اهو، رسمت ريكتانجل على حائط في ال 3 دي. انا عايزه اعمل فتحه الباب ده، سهل جدا ان يعني انا هروح على اكسترود هنا اهو وادوس انتر واعمل اكسترود اي مسافه لجوه بالشكل ده كده شايفين، بحيث انها تقطع الحائط بتاعنا. هاجي اروح على سبتراكت واختار الحائط وبعدين ادوس بيمين ماوس انتر وبعدين اختار فتحه الباب او البوكس اللي انا عاملاه ده اهو بالشكل ده كده، وبعدين ادوس يمين الماوس انتر، عمل لي فتحه للباب وجينا شفناه شيدت اهي. انا رسمت ريكتانجل بولي لاين على حائط وعرفت ان انا اعمل فتحه في الحائط ده. خطوط البولي لاين ممكن ان انا احولها لخطوط اس بي لاين، يعني انا لو جيت هنا رسمت بولي لاين بالشكل ده كده اهو وجيت دوست عليه وبعدين دوست بيمين ماوس وقلت له بولي لاين وبعدين اس بي لاين فيت، حولها لي لخطوط اس بي لاين. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نرسم 3 دي بولي لاين في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلاص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.